مشترح عبد الرحمن يوسف علي فرو تاجر مرشح نمضى قلها ديجان كعاسي مدهر قيسوي قلبين يان عقال صلادين وايل يحلبان سليبان دوغو حوكاتر سن قلها ديجان كهر قيسا هيا واحي سفر وقوتكين بلشدة كوردقان ديجان كدر فعلي ايكو فرتهر قيسا مرشح يسيدو كلا وياشا كوردقان ديجان كدر فعلي ايا كرميري بركدو ديجان كاسي كهر قلي يحلبان سليبان دوغو وحان بلشدة ديجان كاسي عدين مرشح بيشو دا مبتلا يأي عطك السيلة يانيو يهي مرشح عبد الرحمن يوسف علي فرو وحان يسيدو كلا دقاح ديجان حلبان كا هيا مرشح عبد الرحمن فرو حان لانو اي كهر قلنا يان ديجان كاسي وقدو متنا الله يدين بركة آمين وحانو أنقو يدين كدوري نو عد ديجان هانا وانو بلان قادر وكم هاد سنتين مرحبا إلا هاي هدو إنا قارسية دور شدين وحير باكاري المادر هيال أنك بابور تايدين كينين نرار تفوت كاللغو قرية كوبي يصدونك أنك ايدين كينين تنوا ترفعلي هدو إلا هاي هدو قاريسان المادر هيال حل ديبان عبد الرحمن يوسف علي او ديغانك عد ديغان بينو سينين نكا إنا كايد ليلة دي بار لبان كينا سمنا قبقي سوكونا هيا عد بار لبان بالسيني سيدا سينو اسكوغني إلما رسال سينو اسكوغني كان واحد نبيبي عبد الرحمن يحل لبانا دي وفتقي سبحانه يبا نبيبي ما تهالكن سوانا لسون او فرحاد لي ايا نبيبا جاننا باول كسود وينونا ون كتا قيرينا هكا واحد غير نوغا دا حق ديكي اس تيكي انا ام تيكي ام سيسكي انا قلنا سيدا سانو كوكولا كونا سود وينونا كونا بگه دیگه یا حال کن هنانا دارو بر لغو کردی نه یو دیگه اعتراض ده بگه ایو دیگه اعتراض یه آنو گناه دارن نه دوینی سیو رکسی ما نگوش دوینی نه هیلی هم اون لگر بته نه آنو گناه و آنو بالان گاه نه دارن نهیچ نیره ده ترک داری سیا اینی لایم ار خورن نگاست رو انشالله اکنون تیاد ایو فكر كي يجينا واقلين سكون رحمة الله ووريس دونا وانا نقدو من نيجين حلو وانا كه قدو نيجي كان دراسك وان صدقت شارية صحوي وقدو من نيجي رحمة الله خدف أنا وانا رحمة الله ما نخدري دونا كنا درينا كل يوم ركي هراء وحن صاد دافرنا بركة لقو قضي حقا هنا يورود يو دكسي دداب ها مجال دداب يو دكسي لصوب لصوب عندي كان لدسو إن شاء الله سيدا حلبان كي نوش هاي ديدال كوما يرا برغيو هوري ديغان كي بلغود لهو سمنش دي بلغود لنا واد غران آسان دوح مشاريع يو هرماري كما سعودو مكا إن شاء الله حريچين سند كدن بي يا سندا سوا سعودا إن داد كي نوي من دونا يا حلبان داد بي نوي من دونا إن واح بدأ ينو قبان دونا آدنا وايدي السلام يا بارتو مغاس كورمو شيخ دعالهان ولي جاي معوضين عدنا ومان أولولين لكن ما أنت ما أنت وانا عضين إياه وانا أولين إياه وايا واحترك عبد الرحمن أيام كو عضين أيام كو أولين دينا عكلا حلبان سليبان دوغو حو يسوغنا مداشا سيكاها اللي أيا بلشدة كل رقن ديغان كدر فعلي كل دار دارمي إن مرشح عبد الرحمن يوسف علي وياهي مرشح يسيق بدليي أنا قوى سليبان داهر عبد الله دوغو حلبان كاين قولا ديغان كهالكيسة يو يئير يدن با وحان هالكن ما تقوني مني إن أنا وريتشنو إن بركد إن لقضي أو أن هرو قضني إن مكان الله دم يستريو شبك الوش بيو إن دشنا لجدة ديو وأنا كوريتشنو دتك إن أنا والله نهاي دكان دكان كان رادا دابيد دكان أنا كوريتشنو إنه تاسو إن إمك قيبت ودم بيسال عقد أنا جنبه دي كوريتشني يجون أي بلابي دونا إن شاء الله إن سلامات هوا أي بلابي دونا oo ay nagala wareegi doonaan waxaan waxaan ka nimkaan inaan injineerada ku wareejino in hawshaasi oo nalo ogaado in degmadu nalo ogaato la nalo shaqeeyo oo la soo dhaweeyo dadka meeshaasi ka sii shaqeyn doono Ibraahin iyo ciidankiisa wixii imka ka dambeeyna waxaan ugu duceynayaa aniga sidii horeba lagu duceeyay ugu codayseen in aan uguna ku wareejiyo xildhibaannimadii aan ku wareejiyo عبد الرحمن يوسف علي حيف أن كوري تشيو ويسوقونا وحي كلا باهية هذه يجرا تنا وندمينا أو يقلا شقين دونا ويلا دمين دونا إسكول كنوا ديه
MCH إن شاء الله وان سكان وصوص عضاي وردس دونا ماشي دول دو قنديس نايو أيو عين ثابن MCH كنا خدس دونا إن شاء الله MCH كايو حصل نسيك مسؤول قنايا ثنا هادو حركة قوين تيدا تيسو حلبانو بيكو بيجم سا إن شاء الله سو حلبانو حركة قوين دونا دين عكلي مرشح عبد الرحمن فرايا بشرد ديجان كاس يكون رقان مهندق وحنا وكل در دارمين عطك وجود ديجان waxaan u cadeeyay in baahiyaha ay tabiso bulshada halkaasii ku dhaqani u sii hufan uga qayb qaadan doono waxa koobaad ee idin ku codsanaya waa cod waxa maanta ay ugu baahi badanina waa cod waxaan jecelahay codka inaad isiisan mana jecli codkaad isiinaysan inuu xanaf iyo xumaan dadkeenii helkeena kala dhaxdhigo waxa dadka loo badiyay 12 qof ba ka sharaxan degmada Hargeysa nin kastaaba xaq buu kuugu leeyahay inuu ku soo doonto cod nin kastaaba ama galbeed ha ka soo jeedo ama bari ha ka soo jeedo ama waqooyi ha ka soo jeedo xaq buu kugu leeyahay inuu ku yimaado waxa marka kugu waajibay inaad horta ka ku yimaado ama jeclow ama nacwow inaad soo dhaweeyso taas waxay sababaysa in kaagiina dadkii kale ay soo dhaweeyaan wada jirkii iyo midnimadii ayaa taa ku jiraysa qof kaliya too codkiisa lagu weydiinay maanta go'aan gaad ma jirto codku waa sir laakiin qabilaad iyo hadalka wanaagsan waa wax dadka isku soo dhaweeya ee dadka mideeya hadii marka aad nin kamid aad aragto ka yimid waqooyi ama bari guntii ka yimid oo aad ku birin birqayso waxaad ogaanaysaa annagoo bariya tagnay oo bari joogna ayaa nalagu birin birqaynaya sida awgeed 12 kayaga nimba deni waliba deegaankiisa wuu isxigsiinayaa iyo sidaas aanu idinku soo dhuumanay mooyaane 12 kan nimba xaq weyn ku leeyahay inay imaadaan anigu 12 kaasan kamid ahay deegaankana waan u dhashay uma qabay inay cidiyiga wax tarbadnaanayso uma qabay inay dareenkiisa cidiyiga badnaanayso waa suurtagal dadku sidii isku xigeen inay dadkii kala jecelaysanayaan isleeyeen hebel ka soo yara jiida hebel wax kale ma jirto xumaane ma jirto dhaxdayada xumaane ma taalo anagu idinkuun baan cod marti idinkanahay maalinta 30 May haddaad aragtaan cidiga wacan oo iga fikir wanaagsan oo iga hal abuursan dee xaq baad u leedina doorta haddaad aragtaan inaan anagu intaaba ku wacanahayna hay dhaafinay doorta waxaan marti idinka ahay codkiino kaliya maxamed aadan ismaaciil maxamed shiglan wararka bulsho Hargeysa.